أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحقيقة النهاردة خلصنا المرة اللي فاتت خلق الوفاء، النهاردة مع خلق من أهم الأخلاق، خلق مؤثر في الفرد، في الأسرة، في المجتمع. خلق لما ضاع من الشباب فسد المجتمع، خلق لما ضاع من النساء فسد المجتمع، خلق كل ما المجتمع بعد عنه، كل ما المجتمع بعد عنه كل ما المشاكل تزيد في المجتمع، وكل ما المجتمع يقترب منه ويتمثل هذا الخلق كل ما المجتمع يزداد نظافة وطهر ورقي. عارفين اسم الخلق ولا مش عارفين؟ خلق الحياة. خلق هو والإيمان متلازمين، كل ما يزيد هذا الخلق يزيد الإيمان، وكل ما ينقص هذا الخلق ينقص الإيمان. شيء عجيب، لصيق الإيمان. خلق الحياة، خلق الحياة. طب معلش، هي حتة في الأول كده صعبة، وبعد كده لما هنخش في الأمثلة الأمور هتبقى أيسر وأوضح. طيب خلق الحياة معناه إيه؟ الحياة يعني إيه؟ الحياة يعني إيه؟ تقول فلان عنده حياة. معنى الحياة انقباض النفس، نفسك تنقبض انها تفعل المعاصي والقبائح والرذائل، ما تقدرش، نفسك ما تطقش، قلبك ونفسيتك ما تطقش انها تعمل حرام، ما تطقش. ليه؟ لان انت ما تستطيعش انك تشوف نفسك مهانة امام الله او امام الناس او قدام نفسك. تاني تعريف الحياة، ان قلبك ينقبض انك تفعل الرذائل وتفعل المعاصي وتفعل القبائح، لان طول عمر نفسيتك كريمة، لان انت انسان محترم قدام نفسك قدام الناس امام الله. هو دون الحياة، وكأنه عاطفة كده، عاطفة حية جوه النفس ترتفع بها النفس عن الدنايا والصغائر. انا اكذب؟ لا يمكن. انا اسرق؟ انا ازني؟ مش ممكن. ليه؟ نفسي كريمة، نفسي عظيمة انها تفعل هذه الامور القبيحة. انا اعلى من كده، انا ارقى من كده، انا بحترم نفسي امام الله عز وجل، انا بحترم نفسي امام الناس، انا بحترم نفسي امام نفسي، انا ما اعملش كده. ده تعريف الحياة. ولذلك اخواننا اصل الحياة، الحياة اصله ايه؟ كلمة الحياة جاية منين؟ يعني ايه حياة؟ الحياة اصله من الحياة، اصل الحياة من الحياة. اصل الكلمه جايه منين؟ من الحي. يعني ايه واحد حي؟ يعني ايه واحد عنده حياء؟ يعني عنده حياه. يعني ايه عنده حياء؟ ولذلك لما تقول استحيا الرجل، الرجل الكسف، يعني ايه استحيا الرجل؟ اي من قوه نبض الحياه جواه، من قوه نبض الحياه جواه الكسف ان هو يقع في الرذائل والدنايا، من كتر ما هو حي، من كتر ما القلب حي ما يقدرش يعمل الدنايا، من كتر ما القلب حي ما يقدرش يعمل الرذائل. ولذلك في علاقة شديدة يا اخوانا بين حياء القلب وبين الحياء. كل ما القلب كان حي كل ما ازددت حياء. ولذلك يقول لك اكمل الناس حياة اكملهم حياء، لان القلب لما يموت يا شباب، اول ما قلبك يموت خلاص، خلاص ايه؟ ما عدتش هتستقبح حاجة، وبالتالي ما عادش عندك حياء، اي حاجة بقى ممكن تعملها. لذلك اللي تشوف واحد بيعاكس الشارع تعرف ان هو ما عندوش حياء. ليه ما عندوش حياء؟ اصل هو اصلا ما عندوش حياء، قلبه ميت، مات القلب وماتت العاطفة ومات الاحساس، فما عادش لا بيستقبح قبيح ولا بيستني دنية، بقى خلاص ما فيش حاجة فرقة معاه. فدون معنى من المعاني اللي حبيت الحقيقة ان انا اؤكدها. طيب ايه الفرق بين الخجل والحياء؟ ايه الفرق بين الخجل والحياء؟ ناس كتير الحياة بتفتكر ان الحياء هو الكسوف، انا بتكسف يبقى انا حي، ويفتكر ان معنى الحياء ان انا بتكسف. لا والله، في فرق كبير بين الخجل والحياء. الخجل زي ما بيعرفوا علماء النفس، ايه هو الخجل؟ ارتباك يحصل للانسان، يرتبك. ليه الارتباك ده بيحصل؟ لمجرد ان هو يبقى قدام واحد اكثر علما منه، او تسلط عليه الاضواء، او الناس تسأله سؤال، او المدرس يسأله، فيبدأ يخجل وما يقدرش يعرض نفسه ولا يعرض رأيه،
كأن الخجل ناتج عن جبن، ناتج عن خوف، ناتج عن شخصية مش مستشعرة قيمتها، شخصية ضعيفة. لكن الحياء عكس كده تماما. الحياء ناتج عن ايه؟ ناتج عن شخصية من كتر ما هي مقدرة نفسها انها كريمة تستعلي انها تعمل القبائح. الخجول بيتكسف لان نفسه قليلة في عين نفسه. الخجول بيتكسف لانه شايف نفسه دنية. لكن الحيي بيخجل لانه هو عايز يحافظ على قيمة نفسه عالية، فيأبى ان تهان نفسه امام الله او امام الناس او بين عينيه. فرق كبير. والحقيقة الفرق الكبير دون بين الخجل والحياء يخلينا نفسر تصرفات كتير. فما تجيش تبص تلاقي نفسك بتعامل الناس والناس بتضحك عليك وتقول اصل انا حيي، او ان انت دايما حقك مهضوم ليل ونهار وتقول ان انا حيي. ده مش حياء. انما الحياء انك تستقبح القبيح، والحياء ان نفسك ما تقدرش تجعلك تعمل حاجة قبيحة. لا يمكن تقدر تعاكس واحدة في الشارع، لا يمكن تقدر تنطق بشتيمة او تعلي صوتك بشتمة من الشتايم، مش ممكن. ليه؟ لان انا ربيت ان انا حيي. فرق كبير بين الخجل والحياء. طب تعالوا نشوف احاديث الحياء، تعالوا نشوف احاديث الحياء واقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الحياء. الحياء لما تسمع كلام النبي عن الحياء تحس ان الخلق ده من اعظم الاخلاق ومن اهم الاخلاق، خلق الحياء. لما تعيش مع هذا الخلق وتسمع النبي بيتكلم ازاي عن الحياء، تعال بقى نراجع نفسنا مع بعض، وكل واحد فينا يقول انا فين من هذا الخلق، انا فين من خلق الحياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان 64 شعبة. الايمان حاجة وستين خصلة، حاجة وستين موضوع، حاجة وستين نقطة. هم دول لما تجمعهم يجمعوا الإيمان. الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. وهنا حاجة عجيبة جدا. طب إيه هم الحاجة وستين شعبة؟ ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إيه الحاجة الوحيدة اللي قالها؟ إن الحياء شعبة من الإيمان. طب اشمعنى الحياء اللي ذكر من ضمن الحاجة وستين شعبة؟ ليه ما ذكرش بقية الشعب؟ لأن الحياء هو اللي ياخد بإيدك لبقية الستين شعبة. لو ظبطت الحياء تقدر تظبط الستين شعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج يقول لك بقية الستين شعبة، قال لك الحياء شعبة من الإيمان. ظبط لي الحياء وكن حيي، ينضبط معك باقي الأخلاق، ينضبط معك باقي الحاجة وستين شعبة. شفتوا طلع مهمة قد ايه؟ استكمل حياءك تستكمل ايمانك، استكمل حياءك تستكمل ايه؟ ايمانك. ولذلك في رواية اخرى: الايمان 74 شعبة، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. تاني النبي صلى الله عليه وسلم بيركز ان الحياء شعبة، جزء اساسي من مكونات الايمان. بعض العلماء اجتهدوا ان هم يطلعوا الحاجة وسبعين او حاجة وستين شعبة، قعدوا يدوروا عليهم. يعني اجتهاد منهم. يمكن من اصح هؤلاء، من اصح الطرق اللي دورت على الحاجة وستين شعبة، طريقة ابن حبان. وهو قال انا عرفت الحاجة وستين شعبة، اجتهاد منه يعني. فقال هم مركزين ان اجزاء منهم شعب تخص القلب، وشعب تخص اللسان، وشعب تخص البدن. ايه الشعب اللي تخص القلب؟ قال الايمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الاخر، والايمان بالبعث والنشور ويوم القيامة والجنة والنار، وقال لك الخوف من الله، وقال لك التوبة والرضا والشكر. فاهمين؟ كل ما يخص القلب، حاجات كتير قوي. وبعدين قال لك حاجات تخص اللسان، اجتناب افات اللسان وتعلم العلم وقراءة القرآن والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والذكر والدعاء. وبعدين قال لك صفات ثالثة تخص البدن: الصيام والصلاة والزكاة والحج والعمرة والجهاد والدعوة الى الله. واخدين بالكم؟ حاجات كتيرة قد ايه. ومع ذلك لم يذكر النبي ولا واحدة من الستين، انما ذكر ايه؟ الحياة. ليه؟ لأنه الضابط للستين. لأنك الستين الكتير دول اللي انت قعدت تسمعهم وتقفت معايا انا هعمل دي ولا هعمل دي، كن حييا تستكمل الإيمان. تخيل، شوف الموضوع طلع مهم قد ايه.
شفت درس النهاردة طلع مهم قد ايه؟ كن حيا تستكمل الايمان. عشان كده يا اخوانا ودي نقطة مهمة ان انت لازم تكون في ذهنك ولازم تكون متخيلها، ان انا لن استطيع ان اصل الى مرحلة بر الوالدين الا اذا كنت حيي استحي منهم، لن استطيع ان اتوب الا اذا كنت حيي استحي من الله، لن استطيع ان اقدم على الحج والعمرة الا اذا كنت حيي مكسوف من ذنوبي وعايز اطهر نفسي. شفت الحياء بيظبط معاك اخلاق. لن اترك الكذب الا اذا كنت حيي استحي ان يعني اهين نفسي بالكذب. لن استطيع كذا وكذا وكذا. الاخلاق كلها مردها الى الحياء. الحرص على طاعة الله مرده الى الحياء من الله. الحرص على طاعة الوالدين مرده الى الحياء من الله. عايز اقول لك واكد عليك ان مسألة الحياء مسألة جوهرية في ضبط النفس في سلوكياتك. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي: الحياء والايمان قرناء جميعا، اذا رفع احدهما رفع الاخر. واضحة؟ الحياء والايمان حاجة واحدة. لو اترفع الحياء اترفع من عليك الايمان، واذا رفع الايمان رفع الحياء. الاثنين متلازمين. شوف لاي درجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير. الحياء كله خير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. عمرك ما هتكون حيي إلا والنتيجة تكون إيجابية ليك وفي حياتك. الحياء لا يأتي إلا بخير. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. والإيمان في الجنة. والبذاء السفالة وقلة الأدب واللسان غير منضبط، اللسان اللي بيشتم دواً ويغتاب دواً. والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. الجفاء اللي هو ايه؟ غلظة القلب. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد أن يهلك عبداً نزع منه الحياء. صح ولا لا؟ مش بتشوفوا الأمثلة دي في الشارع؟ شوف واحد انت تبقى مكسوف من افعاله وتبقى بتداره من كتر ما انت عندك حياء مما يفعل. ازاي قدر يعمل كده؟ مش بقول لكم الحياء هو الحياة؟ ان الله اذا اراد ان يهلك عبدا نزع منه الحياء. فاذا نزع منه الحياء لم تلقه الا مقيتا ممقتا. صح؟ تبص في وشه ياه مقت الله في الوجه. فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزع منه الأمانة. فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا. فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة. فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعونا. أول حاجة نزعت منه كانت إيه؟ ليه؟ لأنه أول درجة لضياع الإيمان، لضياع الدين. ولذلك اسأل نفسك: هل أنا حيي؟ هل أنا حيي؟ هنضرب الأمثلة وحنعيش مع بعض في أمثلة الحياء ونشوف هل نحن عندنا من الحياء ما يكفي أم لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. كل دين وله خلق، وخلق دين الإسلام الحياء. يعني إيه خلق الإسلام الحياء؟ يعني ما فيش في الإسلام أخلاق إلا الحياء. أكمل أخلاق الإسلام الحياء. ده معناه إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. لم تجد في الإسلام أكمل من خلق الحياء، أعظم الأخلاق وأكمل الأخلاق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يعني إيه؟ يعني الخلق الوحيد الذي لم ينسخ من الأنبياء السابقين، الخلق الوحيد اللي كل الأنبياء اجتمعوا عليه وأجمعوا عليه. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومعناه إيه هذا الحديث رواه البخاري؟ يعني إيه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ له معنيين. المعنى الأول تهديد. لو أنت ما عندكش حياء اصنع ما شئت فإنك ستجازى به. لكن في معنى تاني،
ايه هو المعنى الثاني؟ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اي انظر في الفعل الذي هتفعله، تستحي منه امام الله، تستحي منه امام الله، تستحي منه امام نفسك. فاذا كنت لا تستحي منه ولا تخجل منه امام الله ولا امام الناس ولا امام نفسك، فاقدم ولا تبالي، فاصنع ما شئت، لا ضرر عليك ولا اثم عليك. يتفهم بمعنين. ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نماذج الحياة. وتعالوا نشوف نماذج الحياة في القرآن، نماذج الحياة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة وحياءهم، النبي صلى الله عليه وسلم وحياءه. اسمع إلى هذا الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. حاول تتخيل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. انظر العذراء في مخدعها وهي حريصة على نفسها وحريصة على حيائها، الرسول صلى الله عليه وسلم لما تتعامل معاه تجده أشد حياء من العذراء في خدرها. انت بقى حياءك عامل ازاي؟ تستحي ان انت تبقى قاعد فتشوف منظر حرام فيحمر وجهك وتغض بصرك حياء انك تشوف هذا المنظر، ولا ايه؟ ولا بتبقى عايز تشوف زيادة وزيادة وزيادة؟ ولا بتبقى حريص لو في حفلة والله في المكان الفلاني، الحفلة دي فيها ايه؟ لا دي ناس محترمة قاعدة، حفلة شاي وجاتو كده. لا انا مش بتاع الحاجات دي الحقيقة. ما الحفلة حفلة ايه؟ ده في رقص، والله في رقص، انا جاي ان شاء الله. اصلا انا الحقيقة بستحي ان انا اقعد في قاعدة كلاسيك يعني، فانا ايه بدور على الحاجات وده من حيائي، ده من قلة حيائك. الحياة يا جماعة، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حياء النبي صلى الله عليه وسلم. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياة. النبي ماشي فعد على واحد من الأنصار عمال بيوعظ أخوه في الحياة. يعني إيه يعظ أخاه في الحياة؟ يعظ أخاه في الحياة يعني عمال يقول له، إحنا فاهمينها غلط، فاهمين إن هو بيقول له يعني إيه استحي، لا ده بيقول له خفف حياءك شوي. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي دعه فإن الحياء من الإيمان. افهم الحديث صح، الراجل بيعظ أخاه وبيقول له مش معقول أنت مش عارف تحصل على حقوقك، أنصحك تقلل حياءك شوية. النبي سمع الكلام ده، فقدم النبي وقال دعه اتركه على ما هو عليه من الحياء فإن الحياء من الإيمان. الراجل اللي كان بينهي ما كانش يعرف إن الحياء من مكملات الإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. في حديث الحقيقة عجيب جدا بهديل أخواتنا، الحديث أحسب إن فيه معاني إحنا بقينا مفتقدينها. جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الإسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة قائمة واقفة، بايعيني يا فاطمة على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، هي سمعة، ولا تزني. فلما جت كلمة ولا تزني، المرأة الحية عملت إيه؟ فوضعت يدها على رأسها، نزلت دماغها لتحت وحطت إيدها على دماغها من شدة الحياء عشان سمعت كلمة إيه؟ ولا تزني. طب تعالى اتفرج على ده، في ساعات بنات بتتكلم وهي معديه كده والواحد معدي هو الراجل وشه يحمر من الكلام اللي البنات بتتكلموا مع بعضها، او تلاقي بنت بتتكلم مع ولد تستحي انت تتكسف من كتر الكلام اللي بيتقال. والسيده فاطمه بنت عتبه سمعت كلمه ولا تزني فكسفت وخجلت ونزلت دماغها وحطت ايدها على دماغها، فأعجب بها النبي صلى الله عليه وسلم، أعجب بحيائها. فقالت لها السيدة عائشة يا فاطمة بايعي، فإن النساء بايعن على هذا. هو مش بيقولك أنت لوحدك، ده هو بايع النساء كلهم على كده، فبايعت فاطمة. قارن بقى هذا الخلق بما نحن عليه الآن، احنا بننوع علشان ندربكم على الحياة. في حديث عن السيدة عائشة عجيب جدا، تقول السيدة عائشة كنت أدخل بيتي، بيت السيدة عائشة
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبوها أبو بكر، مين اللي مدفون في البيت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مدفونين في البيت. هي السيدة عائشة تقول: فكنت أقول لنفسي أبي وزوجي مفيش مشكلة، فأخلع أو أضع ثيابي، يعني مفيش مشكلة أن أنا أخلع ثيابي. فلما مات عمر بن الخطاب ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، استحييت أن أخلع ثيابي، فكنت أشد ثيابي على نفسي حياء من عمر. عمر ميت. قارن أمثلة الحياء الولاد والبنات، قارن حياءنا بالقصة اللي بحكيها لك دي في الحياء. السيدة عائشة بتقول لك: أنا كنت بدخل بيتي بعد وفاة النبي وأبو بكر وهم مدفونين في البيت، فأخلع ثيابي عادي جوزي وأبويا، فلما مات عمر اتكسفت أخلع ثيابي في قطي لأن عمر مدفون تحت، حياء من عمر. قارن نفسك بهذا الحياء. مين فينا يا أخوانا عنده ربع حياء عثمان بن عفان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من عثمان؟ ذلك رجل تستحي منه الملائكة. من أدبه، من حيائه، الملائكة تستحي من عثمان بن عفان. والله أنا نفسي أشوف سيدنا عثمان إن شاء الله في الجنة، يعني أشوف الإنسان اللي الملائكة بتستحي منه ده عامل إزاي، شكله إيه، حيائه عامل إزاي. هل ممكن يكون دون هو اللي راكب عربية وعمال يسقف وعمال مولع الكاسيت على الآخر وعمال يعاكس في الشارع ولبسة بنطلون رش رش؟ ما مش ممكن يكون اتلبس هو مرشوش على الجسم والبادي مش عارف عامل ازاي ضيق ازاي. هل ممكن، هل ممكن ديا تبقى اولاد عثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنها وفاطمة احنا اولاد دول؟ احنا ببعدنا عن الحياة، احنا اتباع دول، فين حياءنا من حياءهم؟ فين؟ انظر لمثل المرأة لما يقال الحياء، فالنظرة للمرأة تكون أشد وتطالب به أشد. انظر لحياء تلك الفتاة التي قابلت موسى في سورة القصص، قلنا قصتها وإحنا بنتكلم على الأمانة، بس اتكلمنا ساعتها عن أمانة سيدنا موسى. فسقى لهما، فاكرين؟ ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الحقيقة يا إخوانا أنا عايزك تسمع نفس الآية دي بس بقراءتين. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. طب اسمع القراءة دي أو اسمع هقراها إزاي. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فهمت؟ كأن لما تفصص الآية تلاقي إن مشيتها على استحياء وكلامها على استحياء، هي كلها حياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، المشية فيها حياء. يا ترى أخواتنا وستاتنا وبناتنا بتحسي وانت بتمشي انك بتبحثي عن الحياء وانت ماشية؟ ها؟ اين الحياء وانت ماشية؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. حياء، مين من بناتنا بتمشي على استحياء وبتتكلم على استحياء؟ فقد كثير من البنات المعاني دي الحقيقة في العصر اللي احنا عايشين فيه. طيب اعظم درجات الحياء، اعظم درجات الحياء الحياء من الله. ونبدأ بقى نعيش مع الحياء من الله، أعلى وأرقى درجات الحياء. بص يا أخوانا كلام محدد دينا كلنا، كل الذنوب وكل المعاصي وإحنا بنعملها بتشترك في حاجة أساسية. أي ذنب، أي معصية كبيرة صغيرة، من رجل من امرأة، من شيخ من صغير، كلنا وإحنا بنعصي بنشترك كل الذنوب والمعاصي في حاجة أساسية. عارف ايه هي؟ عدم الحياء من نظر الله اليك. انت مش مكسوف ان ربنا بينظر لك، ولو كنت تعلم ان الله ينظر اليك لما فعلت المعصية. كل المعاصي منشأها بعدم اهتمامك بنظر الله، انت ما عندكش حياء ان ربنا شايفك،
مش حاسس بأي درجة من درجات الحياة أن الله مطلع عليك الآن. بالله عليك لو أنت عندك حياة أن ربنا نظر إليك الآن هتعمل المعصية؟ ولذلك أحيانا واحد يعمل كبيرة لكن وهو بيعملها يقترن بها من الحياء ويقترن بها من الخوف من الله ما يجعلها من الصغائر، صح؟ وواحد تاني يعمل صغيرة يقترن بها قلة حياء وعدم خوف من الله يلحقها بالكبائر. يا اخوانا مسألة ان دي كبيرة ولا صغيرة تتغير بنظرتك اليها. كل ما نظرت للكبيرة على انها عظيمة في حقك على انك مستحي منها كانت عند الله صغيرة، وكل ما نظرت الى الصغيرة على انها وايه يعني وتعاملت معها بقلة حياء، ولو حد وعظك يقول له انا حر ده بيني وبين ربنا انت مالكش دعوة، واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم. كل ما عملت كده وهي صغيرة تتحول الى كبيرة عند الله عز وجل. ليه؟ امتى تبقى صغيرة وامتى كبيرة؟ بحيائك منها. شفتوا قيمة موضوع الحياء يا اخوانا؟ شفتوا خطورة الحياء من الله عز وجل؟ ولذلك اسمع ابن القيم له كلام رائع في قضية الحياء من الله والذنوب. يقول لك ايه؟ يقول وفرحك بالذنب اشد عند الله من الذنب لقلة حيائك من الله. فاهم؟ تعمل الذنب وانت بتعمله فرحان منتشي، مش بتعمله وانت مكسوف، مش بتعمله وانت خايف. وفرحك بالذنب اشد عند الله من الذنب، وضحكك وانت تفعل الذنب اشد عند الله من الذنب. واحد بيذنب ومكسوف ومش قادر يستمتع بالمعصيه، اهو ده اكيد ربنا هيغفر له ويتوب عليه ويعينه على التوبه. واحد تاني بيذنب بيعصي وهو بيضحك، وضحكك وانت على الذنب اشد عند الله من الذنب، وحزنك على فوات الذنب اذا فاتك اشد عند الله من الذنب. فاهم؟ واحد نفسه يعصي معرفش، نفسه يفعل المعصية وبيجتهد ان هو يعملها ومعرفش يطولها، فلما معرفش يطولها اصابه هم شديد، يجي الهم والحزن دون يتحط في ميزان السيئات يوم القيامة يتقل عليك ده بنفسه. ويبقى حزنك لو كنت عملتها ما كانش يبقى الامر تقيل كده. وحزنك على فوات الذنب اشد عند الله من الذنب. ليه؟ لقلة حيائك من الله. زعلان ان الذنب فاتك، فين حيائك من ربك؟ وحرصك على ان تستر نفسك وانت تذنب ولا يضطرب قلبك لنظر الله اليك اشد عند الله من الذنب. اتستحي من الناس ولا تستحي من الله عز وجل؟ وحرصك على ان تستر نفسك وتغلق الابواب عليك وتتاكد ان لا احد ينظر اليك وانت تذنب ولا يضطرب قلبك لحظه من نظر الله اليك اشد عند الله الف مره من الذنب. ليه؟ لقله حيائك من الله عز وجل. الحياء من الله يا شباب، الحياء. نتكسف من ربنا يشوفنا بنعصي، نتكسف من ربنا وهو مطلع علينا. جاء رجل الى ابراهيم ابن ادهم فقال يا امام اريد ان اتوب وان اترك الذنوب واذا بي اعود اليها، دلني على اشياء لا اعصي بها الله تبارك وتعالى تعصمني من الزلل. فقال له ابراهيم ابن ادهم كلام جميل جدا، قال ان اردت ان تعصي الله ماشي اعصاه، ولكن لا تعصاه على ارضه. عايز تعصي ربنا؟ ما تعصوش على ارضه. فقال فاين اعصاه؟ قال خارج ارضه. قال كيف يا امام والارض كلها ملك الله عز وجل؟ قال اما تستحي ان تكون الارض كلها ملك الله فتعصاه على ارضه؟ فكرت فيها كده؟ ها نفعتك دي؟ ثم قال له فإن أردت أن تعصاه، مش نفعك الأولانية؟ فإن أردت أن تعصاه، لو مصر تعصى الله عز وجل فلا تأكل من رزقه. عايز تعصاه ما تأكلش من رزقه يا أخي، واعمل اللي أنت عايزه. قال يا إمام ف
فكيف أحيا؟ قال: أما تستحي أن تأكل من رزقه ثم تعصاه بما وهبك من نعم؟ التالتة قال له: فإن أبيت إلا أن تعصي الله فاعصاه في مكان لا يراك فيه. عايز تعصي ربنا؟ اعصاه في حتة مش شايفك فيها. قال: يا إمام، فأين أعصاه؟ أروح فين؟ وهو معنا أينما كنا. قال: أما تستحي منه وهو معك قريب منك في كل مكان أن تعصاه؟ فين الحياء يا إخوانا؟ شفت الحياء بيظبط الإيمان إزاي؟ شفت الحياء بيمنع من المعصية إزاي؟ ثم قال له الرابعة: فإن أبيت إلا أن تعصي الله فإن جاءك ملك الموت ليأخذ روحك فقل له: أنظرني حتى أتوب. قال له: ومن يملك ذلك؟ ومن يملك ذلك؟ قال: أما تستحي؟ ستموت وأنت تعصاه ويأتي ملك الموت ويأخذ روحك وأنت على المعصية، أما تستحي من الله؟ الخمسة قال: فإن أبيت إلا أن تعصي الله فإن جاءتك زبانية جهنم تأخذك إلى النار فقل لهم: لن أذهب معكم، أنا مش جاي. ليه؟ الحقيقة مش عايز أخش. مش هو ده اللي هيحصل؟ قال: أما تستحي؟ أما تستحون يا إخوانا؟ الأخت اللي قاعدة، الأخ اللي قاعد، أما تستحي؟ بتاكل من رزقه وبتعصاه على أرضه وبتعصاه وهو يراك وبتعصاه لو مت على المعصية مش هتقدر تمنع نفسك من ملك الموت، وبتعصاه لو دخلت جهنم مش هتقدر تمنع نفسك من ملائكة جهنم، فكيف تعصي الله عز وجل؟ أما تستحي؟ أما تستحي بعد كل ذلك أن تصر على المعصية؟ فإن أبيت إلا أن تعصي الله تبارك وتعالى فتعال أذكرك بمعنى جديد، تعال أفهمك وأعلمك معنى خالص. إيه هو المعنى دون؟ معنى: انظر إلى رحمة الله بك لتتعلم الحياة، انظر لرحمة الله عز وجل لتتعلم الحياة، انظر للطف بيك، انظر لحرصه عليك لعلك تستحي منه. مش عايز تستحي من الله عز وجل وانت بتذنب؟ انظر كيف يفعل معك الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم. أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، أما تستحي من الله؟ مش هو ده اللي بيحصل يا إخوان؟ إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خير إلى العباد نازل وشر إلي صاعد. ده مين اللي بيقول يا خبير؟ ها بالله عليك انت ترضى تسمع هذا الكلام وتصر على معصيته؟ فين الحياء من الله يا شباب؟ إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل ليل ونهار وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم برحمتي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي، أهل ذكري أهل مجالستي فمن أراد أن يجالسني فليذكرني، أهل طاعتي أهل محبتي، أهل طاعتي أهل محبتي، أهل معصيتي لا أخلطهم من رحمتي. إيه الكلام ده يا إخوانا؟ مين لسه مش مستحي من الله عز وجل؟ أهل معصيتي لا أخلطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن أبوا ومصرين على المعصية فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، من أتاني منهم تائبا تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، أقول له: أين تذهب؟ ألك رب سواي؟ الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة عندي بمثلها وأعفو، وعزتي وجلالي لو استغفروني منها لغفرتها لهم. أما تستحي؟
لسه عايز تطلق بصرك للنظر؟ لسه بتاكل مال حرام؟ لسه مش عايزه تلبس الحجاب؟ لسه بتكذب؟ لسه بتغش؟ لسه ما عندكش امانه؟ لسه مش عايز تتقي الله؟ لسه مش عايز تصلي؟ لسه مش عايز تحسن الصلاه؟ لسه مش عايز تزكي؟ لسه مش عايز تعيش لله؟ لسه مش عايز تحب الله؟ فين الحياه بعد هذا الكلام؟ جاء في الأخر ان الله تبارك وتعالى نادى داود: يا داود لو يعلم المدبرون عني شوقي لهم وحبي لهم ورغبتي في عودتهم إلي لطاروا شوقا إلي. يا داود هذه رغبتي بالمدبرين عني، فكيف حبي للمقبلين علي؟ إذا كان ربنا بيعمل كده بالمدبرين، فماذا يفعل بالمقبلين علي؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أما تستحون يا شباب؟ أما تستحي بعد كل هذا؟ لسه مصر تعصاه؟ لسه مصر تتركه؟ لسه مصر ما تتوددش إلى الله عز وجل؟ اسمع لهذا الحديث: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كأنه هو اللي بيبحث عنه، هو اللي بيدعوك، هو اللي بيناديك. إن الله فيبسط يده بالليل. رحمة ربنا دي كلها ولسه ما عندكش حياء من الله عز وجل؟ فإن أبيت أن تستحي من ذنوبك، وإن أبيت أن تستحي أمام كل هذه الرحمة والعفو، أفلا تستحي من نعمه عليك؟ انظر النعم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. مين اللي خلقك؟ مين اللي خلق؟ أنت ملك مين؟ انظر لنعمه عليك واستحي. انظر لنعم الله. العين دي من اللي خلاها تشوف مش ربنا؟ الاذن دي من اللي خلاها تسمع مش ربنا؟ القلب والمشاعر اللي بقت عندك مين اللي ادهالك؟ بقى يوم ما قلبك يبقى عنده مشاعر ويحس، اول حاجة تحب الناس وتنسى رب الناس، تحب الحب الحرام وتنسى ان تحب الملك القادر اللي اداك المشاعر والاحاسيس. بقى العقل اول ما يفكر اللي ربنا قال له فكر يا عقل، اول قرار ياخده يقول لا يا رب مش اسمع كلامك. انظر نعم الله عليك تبارك وتعالى: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. فلينظر الانسان الى طعام: انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا قبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إخوانا انظر لنعم الله عليك. عايز تتعلم الحياء من الله؟ اسمع النصيحة اللي هقولها لك دي. روح بيتكم النهاردة جرب اللي أنا بقوله ده، وهات ورقة وقلم واقسمها نصين، واكتب في النص الاولاني كده على اليمين نعم الله علي، واكتب البصر، السمع، اليد، القوة، العين، العاطفة، الاحسان، الجمال، الشكل الحلو، التفكير، الفلوس، الام، الاسلام. اكتب نعم الله، والله ما هتملى كراريت. كفاية صفحة، وتعالى في النص التاني من الصفحة واكتب ذنوبك وانت قاعد لوحدك في اوضتك. اكتب اكتب، هتتكسف من نفسك. اكتب وبص للصفحه، بص نعمه عليك التي لا تتوقف رغم ذنبك، وبص للنص الثاني، بص لذنوبك واقرا الصفحه كويس. والله قليل انك تبكي، قليل لما تبكي امام نعم الله عز وجل. اخونا كل ده ولسه مش عايز تستحي الله عز وجل؟ كل ده وما زلت مصر على تعصي الله عز وجل؟ طب انا حاسك شيء اصعب من كل اللي فات. تذكر حياءك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. مش قادر تتذكر الحياء في الدنيا؟ مش قادر تستشعر نظره اليك؟ مش قادر تحس انه معك يسمع ويرى تبارك وتعالى؟ مش قال كده لسيدنا موسى؟ قال: كلا اذهبا انني معكما اسمع وارى. الم يعلم ان الله يرى؟ مش عايز تستحي كل دون؟ هتستحي يوم القيامة. وتعالى صور لك موقف يوم القيامة. يا اخوانا انا عمال
أطرق على هذا المعنى. لا بد أن نستحي من الله. لو استحينا من الله هنستحي من أنفسنا، هنستحي من البشر، هتنضبط أخلاقنا، هتنضبط عبادتنا. الحياء لا يأتي إلا بالخير، الحياء كله خير. تذكر أنك واقف بين يدي الله عز وجل يحاسبك الآن، لحظات الحساب يوم القيامة. الحقيقة يا أخوانا ناس كتير قوي ناسية أنها هتقف بين يدي الله، ناس كتير قوي متخيلة صعوبة الوقوف بين يدي الله. أنت يا مسكين يا غلبان حافي عاري ماسك صحيفة سيئاتك واقف بين يدي الله عز وجل، ها؟ فكر لحظة كده، حسها معايا دقيقة واحدة، أنك الآن واقف بين يدي الله يحاسب يوم القيامة. والله ما أقرب هذا اليوم، قريب قريب قريب، ده يوم القيامة قرب يا اخوانا. يقول النبي بعثت انا والساعة كهاتين وقرب بين اصبعين. خلاص الدنيا ماشية، القيامة قريبة. فتخيل نفسك الان واقف بين يدي الله عز وجل، يا ترى هيقول لك ايه؟ ويا ترى اكتر حاجة مؤثرة فيك الان ايه وانت واقف بين يدي الله؟ تذكر حياءك بين يدي الله عز وجل. يقول الإمام علي بن أبي طالب: والله إني أعلم أقوام سيسقط لحم وجوههم خجلا وهم تعرض مصائبهم على الله عز وجل. تخيل أنت دلوقتي بينادى يوم القيامة: فلان ابن فلان، فلان بنت فلان، هلم للعرض على الجبار. هذا هو نداء يوم القيامة. اسمك، تخيل ينادى الآن على اسمك: فلانة بنت فلان، هلم للعرض على الجبار. فما يستطيع تحرك من مكانه، من حياه، من خوفه. فتعرفه الملائكة. تعرف ازاي؟ ده هي ما تعرفش اسمه، تعرفه من وسط الملايين. كيف؟ من شدة خجله، شدة حياؤه، من شدة خوفه من الله عز وجل، من شدة ارتعاده، من ازرقاق وجهه من الخوف والحياء، فيؤخذ ويوقف بين يدي الله عز وجل. فتخيل نفسك واقف الآن بين يدي الله عز وجل. يقول لك ايه اللي انا اقوله دون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: عبدي ما غرك بي؟ ايه اللي غرك بي؟ عبدي أظننت أنك ستقابلني أم نسيت ذلك؟ وانا بحكي وانا بقول الكلمات دي تتخيل ان الله يقولها لك: عبدي ما غرك بي؟ عبدي اما استحييت مني؟ عبدي الم اكن رقيبا على عينيك وانت تنظر بهما الى الحرام؟ عبدي الم اكن رقيبا على قدميك وانت تمشي بهما الى الحرام؟ فاكر الحفلة؟ فاكر كذا؟ عبدي ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تأخذ بهما الحرام؟ الراجل اللي لمس امرأة والمرأة اللي لمست راجل، ألم أكن رقيبا على يديك؟ عبدي أستهونت بلقائي؟ هتعمل إيه لما يقولك الجبار الكبير؟ هتقول له إيه؟ عبدي أستهونت بلقائي؟ أكنت عليك أين؟ أكنت تتجمل للناس وتأتيني أنا قبيح؟ قل ايه يا مسكين؟ اين حياتك الان؟ اكنت تتحين للناس وتأتيني انا قبيح؟ عبدي الم ازوجك؟ الم انعم عليك؟ الم ارزق مالك؟ الم اجمل وجهك؟ الم احسن؟ الم اقويك؟ الم ارزقك كذا؟ عبدي اقرأ كتابك وتبدأ تقرأ يا مسكين، وتمر بالسيئة فيسود لها وجهك، وتمر بالحسنة فيبيض لها وجهك، ولا تزال بين حسنة يبيض لها الوجه وبين سيئة يسود لها الوجه. لكن يبدو ان في ناس عاشت دنيا وماتت ما عندهاش اي درجة من درجات الحياة. تخيلوا ان هو يوم القيامة كمان ما عندوش حياة، يأتي يوم القيامة فيقول: يا رب
تقبل شهادة الشهداء. شايف قلة الحياة؟ يا رب لا أقبل شهادة الملائكة ولا أقبل شهادة هذا الكتاب الذي كتب. فيقول الله تبارك وتعالى: فماذا تريد؟ قال: أنا الذي يشهد على نفسي، لا أقبل شهدا إلا من نفسي. فيقول له الله تبارك وتعالى: نعم. يأتي أناس يوم القيامة ما عندهمش حياء، ما كانش عنده حياء في الدنيا كمان، يقول له: يا رب أنا مش عايز يشهد علي نفسي، لا ما أقبلش يشهد علي حد، أنا اللي أشهد على نفسي بس، أنا مش موافق إن الملائكة تشهد علي، مش مصدق في الكلام اللي قايلينه. فيقول له الله تبارك وتعالى: نعم. فيختم على فمه. فتخيل أنك الآن رجل يقول لله عز وجل: لا أقبل شهداء إلا من نفسي. فيقول له الله تبارك وتعالى: نعم. فيختم على فمه ويشهد عليه سمعه وبصره ويده. يقول الله تبارك وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا جلودهم: لما شهدتم على فمه؟ انت متخيل ايدك وهي جاية بتقول: يا رب عمل بي كذا وكذا وكذا وكذا، وتخيل رجلك دي: يا رب مشي علي يوم كذا الكذا ويوم كذا الكذا ويوم كذا الكذا، وتخيل قلبك ده: يا رب اشتهى بي كذا وكذا وكذا، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علي؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء. وبعدين هو انتوا كنتوا بتتكسفوا؟ وما كنتم تستثيرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. هو انت كنت بتتكسف؟ هو انت كنت بتستحي من الله عز وجل؟ ثم انظر الى الامر، والله تبارك وتعالى يقول لذلك الرجل وقد غضب عليه غضبا شديدا: اذهب يا عبد السوء، عليك لعنتي، فلا اقبل منك ابدا. قلنا: استحيوا من الله عز وجل، استحي من الله عز وجل قبل ان تسمع كلمة كهذه، فيا ويلك لو سمعتها. او العكس، تخيل لو ان الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث النبي: يدني الله تبارك وتعالى العبد المؤمن منه، يقول له: ادن عبدي، ثم يرخي الله تبارك وتعالى عليه سترة، يقول له: اتذكر ذنب كذا؟ اتذكر ذنب كذا؟ اتذكر ذنب كذا؟ حتى يظن العبد انه هالك ضايع. فيقول له الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وها انا اغفرها لك اليوم. ها يا اخوانا، مين لسه ما عندوش استعداد ان هو يستحي من الله عز وجل؟ بعد كل الكلام ده، بعد الرحمات دي، بعد النعم دي، بعد عفو الله ده كله، بعد وقفتك بين ايدي يوم القيامة، لسه مش عايز تستحي من الله؟ لسه هترجع من هنا للذنب اللي انت واقف عليه بقالك 20 سنة بتعمله؟ مش هتبطل؟ لسه مصر ان انت ما تلبسيش الحجاب؟ لسه مصر ان انت تترك طاعة الله عز وجل؟ اين الحياء يا اخوانا؟ يقول العلماء: الحياء من الله له 6 اشكال. انواع من الحياء. انا عايزك تسمع كل نوع منهم وتشوف عمرك في حياتك مريت على النوع دون ولا لا. النوع الاول: حياء الجناية. يعني ايه حياء الجناية؟ حياء واحد عمل مصيبة، كحياء ادم لما اكل من الشجرة، ظل هو وحواء يجرون في الجنة، عمالين يجروا في الجنة، فقال الله تبارك وتعالى له: يا ادم اين تذهب؟ يا ادم انت بتبني فين؟ افرارا مني يا ادم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك. من كتر حياء سيدنا ادم، هو عارف ان ربنا شايفه وعارف ان هو مطلع عليه، عمال يجري من كسوفه من حياءه من الله عز وجل. الى اين يا ادم؟ افرارا مني؟ قال: بل حياء يا رب. حياء الجاني. عمرك حسيت الحياء ده؟ عمرك عملت ذنب فمن كتر كسوفك من كتر حياءك ما قدرتش تنام، نزلت ب5 جنيه ولا 10 جنيه بتجري عايز تديهم لفقير؟ حياء الجناية، حياء الجاني في حق المولى عز وجل. عمرك دقت معنى الحياء دون؟ حياء انك تكون جاني، والله له طعم، ان تستشعر وانت الجاني انك تستحي من الله عز وجل ان تكون على هذه الجناية. اما النوع الثاني من الحياء فحياء التقصير، حياء المقصر، حتى لو كان عابدا لله عز وجل.
انما حس ان انا مقصر في حق الله. زي مين؟ كحياء الملائكة. تظل الملائكة تعبد الله الاف السنين. يقول النبي قطت السماء. قطت يعني ايه؟ ازدحمت، مش قادرة تشيل نفسها. وحق لها ان تقط. ليكي حق يا سماء ما تقدريش تشيلي نفسك. ليه؟ ما فيها موضع ثلاثة اصابع الا وملك ساجد او راكع او قائم لله عز وجل. حتى اذا قامت القيامة قاموا من عبادتهم يقولون، بص حياء التقصير، يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. عمرك حسيت بالحياء دون وانت عابد لله عز وجل؟ استشعرت الحياء؟ انا مقصر في حقك يا رب. يا ريت لو تتذوق هذا النوع من الحياء. النوع الثالث من الحياء حياء العبودية. حياء ان انا عبد اسمع كلامك يا رب. حياء ان انا عبد ما اقدرش اقول لك لا يا رب. ما اقدرش في امر انت امرت بيه يا رب اقول لا ابدا. كحياء النبي صلى الله عليه وسلم. فين النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت القبلة متجهة الى بيت المقدس، والنبي نفسه ان القبلة تكون اتجاه فين؟ المسجد الحرام. يرفع ايديه ويقول يا رب حول القبلة؟ ابدا. حياء العبد. يقول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. يقعد يبص للسماء بعينيه من غير ما يفتح بقه صلى الله عليه وسلم. انظر الى حياء العبودية، انظر الى حياء النبي صلى الله عليه وسلم. لا يطلب من الله شيئا اختاره الله، ولكن يقلب نظره في السماء والله يعلم. عبد لله عز وجل. عمرك استحييت من الله كهذا الحياء؟ من اشكال وانواع الحياء قلنا حياء العبودية، قلنا حياء الجناية، قلنا حياء التقصير. من الوان الحياء الجميلة حياء استشعار نعمة الله عز وجل. حياء ان نعم ربنا مغرقاني مش عارف اشكره ازاي فمكسوف. كحياء النبي وهو يدعو ويقول لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. شايف الكلام؟ شايف الكلام؟ حياء المستشعر نعمته. عمرك استحييت من ربنا من كتر النعم اللي هو مغرقك بيها؟ من الوان الحياء وانواع الحياء حياء المحبة. انك من كتر حبك لربنا، يا ترى يا اخوانا عمركم دقت الكلام ده ولا انا بقول كلام بعيد خالص؟ انك من كتر حبك لله تستشعر ان انت مكسوف، فلربما بكت عينك، ولربما اضطرب قلبك، ولربما خشعت جوارحك من الحياء من محبة الله عز وجل. شعور ما ينفعش اوصفه لك، انت بس اللي ممكن تحسه لو دقت حلاوة حب الله عز وجل. وانت بتحب ربنا تستشعر مع قلبك هذا الحياء. شوف النبي من كتر حيائه ومن كتر محبته لله عمال يدعي اللهم ارزقني حبك وحب من احبك وحب عمل يقربني الى حبك. اخر نوع من انواع الحياء من الله حياء اجلال الله عز وجل. الملك العظيم مالك الملك. زي مين؟ كحياء جبريل عليه السلام. امتى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم طلع في رحلة الإسراء والمعراج إلى السماء السابعة، وداخل النبي على سدرة المنتهى ومعه جبريل عليه السلام، وفجأة يتوقف جبريل. ليه؟ ما يقدرش سيدنا جبريل يمر أكثر من ذلك. يقول النبي فالتفت إلى جبريل فإذا هو كالحلس البالي من خشية الله. الحلس البالي حتة الخيش المقطع. من كتر ما سيدنا جبريل منكمش في نفسه ومستحي من الله عز وجل ومستشعر جلال الله عز وجل، النبي بيقول ببص على جبريل لقيته كالحلس البالي حتة خيش ممزقة من كتر خوفه وإجلاله لله عز وجل. عمرك حسيت بالمعاني الستة دول؟ أقولهم لك تاني بسرعة واسأل نفسك، أنا عمري حسيت بالمعاني دي ولا لا؟ عمرك حسيت بان انت من كتر خطأك ومن كتر ذنبك مكسوف من ربنا مش عارف تروح فين ولازم تخلص من المعصية الان؟ حياء الجناية. عمرك حسيت وانت بتعبده ان انا مقصر جدا في حقك فحسيت بحياء التقصير؟ عمرك حسيت بحياء انك عبد لله مستشعر فقرك وغلبك فمكسوف من الملك القادم؟ عمرك حسيت بحياء محبة الله عز وجل من كتر ما بتحبه مستشعر انك مكسوف؟
عمرك حسيت بالحياء من نعم الله تبارك وتعالى عليك؟ عمرك حسيت بالحياء من إجلال الله عز وجل؟ يقول العلماء: من استحى من الله بلغ مقام الأولياء. إخواننا، نصيحتي ليكم: لازم تتذوق الحياء من الله عز وجل، لازم تدرب نفسك انك تستحي من الله وتستشعر سمع الله وبصر الله فتستحي.